تابعونا واتركوا الباقي علينا. السلام عليكم، مساكم الله بالخير، كيف حالكم؟ ما شاء الله ما شاء الله، شو الجلسة الطيبة ذي؟ حرام. مساكم طيبين، ايش حالكم؟ مساكم طيبين، كيف الحال؟ مساكم بخير، ما شاء الله. مميزين مميزين مميزين، الله يحفظكم، الله يحفظكم يوفقكم ان شاء الله، الله يحفظكم. يا مرحبا، ايش حالكم يا الربع؟ مساكم طيبين، كيف الحال؟ مساكم بخير، حيا الله الرجال، مساكم طيبين. الله يسلمكم، ماجورين والسلامة. الله يوفقكم، منورين الشاشة دائما، الله يحفظكم. وش جديدكم؟ وش علومكم؟ شلون أهلكم؟ وشلون شيبانكم؟ والله أهلنا إن شاء الله أنهم بخير، وحنا هيّا الحمد لله. لا جوالات ولا غيرها. لا الله يعافيك، طول عمرك، بارك الله. شلون العالم الخارجي؟ العالم الخارجي يسلم عليكم ويدعو لكم بالتوفيق ان شاء الله. وانتم ما شاء الله تبارك الله اللي مثلكم، يعني انتم مشاريع اعلاميين تنشرون الخير وتنشرون الفضيله، وان شاء الله الجميع يؤمل عليكم ان شاء الله الخير وايصال الرساله الجميله للمجتمع. يلا حيه، كيف حالكم؟ خبر عندكم نشاط وتحديات ومسابقات؟ لا اكيد اكيد انكم ما شاء الله عليكم. طبعا احنا جايين نبي نستفيد الحين. ابو ناصر مدير جمعيه غوث للانقاذ في المملكه، ما شاء الله ما شاء الله، هو المؤسس لجمعيه غوث المعروف، لا يعرف، ما شاء الله عليكم. الله يحفظكم وعليكم السلام. عندكم اسئله؟ عندكم شيء؟ طبعا تأسست جمعيه غوث يا ابو ناصر. الله يحفظكم. تاسست طبعا انا اخوكم منصور بن ناصر بن صيفان العاطف، تاهيلي العلمي ماجستير اداره ازمات وكوارث، مدرب مدربين في الرعايه الاوليه للطوارئ اللي هي الاسعافات الاوليه، ومؤلف كتاب فيها، وكذلك مدرب مدربين في اداره الازمات والكوارث. وفي الطيران انا مدرب طيران ومؤلف في الطيران الشراعي، وكذلك المدير التنفيذي لمركز نادي الفضاء للطيران. في الإسعافات الأولية كذلك مدرب ومدرب مدربين من منظمة ليف فال الأمريكية والهايفيلد البريطانية وجمعية القلب الأمريكية ومنظمات أخرى. فحنا حبينا نشارككم هالجو الجميل. وبالنسبة للإجابة عن جمعية غوث، جمعية غوث هي أولا كانت فريق، وهو أول فريق عربي مسجل عربيا للبحث والإنقاذ بشكل احترافي، مفقودين الصحراء، العالقين في الرمل، العالقين في الطين. وعام 27 أسس، وفي عام 37 طلعنا تصريح جمعية. الله يحفظكم إن شاء الله. مثل الجمعيات هذه احنا معروف نشوفها ونشوف مهامها، ما شاء الله تبارك الرحمن، اللي والله نحن فخر بها، يعلم الله نحن فخر بها في مثل هذه الفرق أو الجمعيات الرسمية اللي تقوم بهذه الأدوار. لكن السؤال اللي حاب أسأله، القائمين على عمليات البحث هل يتم تأهيلهم من قبلكم؟ هذا سؤال جميل جدا وأشكرك عليه. طبعا الإنقاذ الارتجالي يقع فيه أحيانا أخطاء لعدم الدراية الكاملة، فيقع المتطوع في الخطر وهو لا يعلم. لكن من شروطنا حنا أن المتطوع لا يمارس الإنقاذ إلا بعد أن ندربه ونؤهله. في عندنا منقذين تخصصهم مائي وبحري، عندنا منقذين طيارين، عندنا منقذين مسعفين، عندنا منقذين صحراء، عندنا متخصصين في البحث والإنقاذ في الرمال، عندنا متخصصين في النزول من الجبال بالحبال، عندنا منقذين أيضا متخصصين بس في سحب السيارات العالقة في الطين ذات الوزن الثقيل. فلا يتقدم، لا نقدم أي متطوع لأي بلاغ إلا بعد أن نتأكد أنه مدرب ومؤهل ومجانا ندربه. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. طيب ابو ناصر، بخصوص التدريب، مثلا انا بصير عضو في جمعيه غوث، انا مثلا في الشرقيه، كل منطقه فيها مدربين خاصين؟ نعم، ايضا ما شاء الله عليكم، انتم كنكم مركزين، احس ان اسئلتكم في الصميم مره. طبعا احنا ترى من متابعين، لان ما شاء الله عندنا فزعه في الشعب العربي، صدق كلنا يبي يفزع وكلنا يبي سلمى يا مرحبا، محمد بن ناصر، نعم المري، الحب كيف الحال؟ ساك طيب؟ يا رب حلف، كيف الحال؟ ساك بخير، بارك الله فيك.
بسلم. حياك الله كيف حالك؟ ونعم نعم هذا الحال سيف ساك طيب عز عليك حال ربعك ساك طيب كيف حالكم؟ بارك الله فيك بارك الله في ايامك الله يبارك في ايامك. طبعا عدد متطلب وش حالك طال عمرك ساك طيب شو من عز عليك الربع يسالون استاذنك في الاجابه. عدد متطوعي غوص في المملكة تجاوز 12,000 متطوع متطوعة، وفي كل منطقة أساسية لدينا مدربين خاصين لأعضاء تلك المنطقة، وبعض الدورات النوعية التخصصية الاحترافية قد نقيمها في المدن الرئيسية مثل في الرياض جدة في الشرقية في أبها لندرتها ولكلة مدربينها إذا كنا خاصة أردناه أن يكون المستوى عالي فيها. فبلا شك أن المتطوع هو اللبنة الأساسية لنجاح الأعمال التطوعية، وهو أساس يعني نجاح حتى الأعمال الحكومية والأعمال التجارية، لأن التطوع هو رادف وراعي وداعم للأعمال الأساسية الأخرى. ما شاء الله. طيب أبو ناصر، مثلا شخص ما تعطل موتره في البر، كيف يتواصل مع فريق قوث وكيف العضو يكون عنده خبر بهذا؟ هل هي جروبات واتساب او برنامج خاص للغوث او البلاغ يصل على وش؟ طبعا تصلنا البلاغات اما من الجهات الامنيه الدفاع المدني حرس الحدود الشرطه امن الطرق، او ياتينا على رقمنا الرقم العام المباشر اللي هو 0550 711 911. هذا على مدار المملكة و24 ساعة. ينزل البلاغ في مجموعة واتساب للعمليات، مسجل فيه مندوبين من كل منطقة. أول ما ينزل البلاغ يحول على مجموعات الواتساب. عندنا كل منطقة فيها 4 مستويات: المستوى الأساسي، الصفوة، النخبة، نخبة النخبة. سلام. على أي معيار يوجه البلاغ؟ مثلا النخبة ولا على طول ينزل فيها كلها مثل تطبيقات اوبر وغيرها، ينزل في الجروبات كلها اللي قريب وفاضي ينطلق له. طبعا احنا نبي نتجه للاسعافات الاوليه، وش رايكم يا شباب؟